مساء الخير على كل السادة مشاهدي برنامج على مسؤوليتهم. على مسؤوليتهم بيهتم بقضايا الشارع المصري وبيهتم بكل ما يهم الشارع المصري، واحنا النهارده بالنسبة لنا بنهتم بالتعليم، والتعليم جزء كبير طبعا من الشارع المصري وهو أهم حاجة دلوقتي كل الناس بتتكلم عنها وبتتناقش فيها. ومعانا النهاردة وحضرنا حفلة جميلة لمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات، بصراحة الحفلة ممتعة جدا. بشكركم جدا على دعوتي الجميلة اللي انتوا بعتوها لي، وطبعا بنشكر أسرة البرنامج بتشكركم برضو عليها. ومعانا طبعا مدير الإدارة التعليمية دكتور أنور، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، نورتنا ونورت الحفله، وبصراحه الحفله كانت رائعه. فوق الرائعه كمان، وكان يعني تطبيق لتوجيهات الاستاذ محمد عطيه مدير المديريه ومعالي وزير التربيه والتعليم، ان دايما نكون واخدين بالنا من الاجراءات الاحترازيه في شتى تنفيذ مناحي الانشطه اللي موجوده في الاداره التعليميه. ومدرسه الرواد كجزء لا يتجزأ من مدارس المستقبل، فبنشكرها على انها قدمت النهارده نموذج متميز من الانشطه في تكريم اوائل الطلاب عندها في شتى المراحل، وكانت ملتزمه كل التزام بالاجراءات الاحترازيه بما طبقه او بما تتطبقه الدوله كلها في هذا المجال. حضرتك شايف ايه الايجابيات اللي تمت من خلال النظام ده؟ النظام اللي والله العالم كله ماشي اليومين دول في اتجاهين متوازيين. الاتجاه الاول ان في كورونا، وده مرض فيروس موجود على مستوى كل انحاء العالم، فلازم الاجراءات بتاعته تكون حريصه كل الحرص، والحفاظ على الطالب والمدرس والاداره التعليميه واولياء الامور، كل ده احنا نكون حريصين عليه. ولكن النظام بتاع الدولة في تطبيق منظومة التابلت الجديدة ده حاجة كويسة جدا جدا، وحاجة كلنا بندعمها، والأستاذ بتوجيهات محمد عطية احنا بندعم هذا الاتجاه، ومش شايفين فيه أي تقصير، وبفضل الله تعالى ماشي في الاتجاه اللي قررته الوزارة، والحمد لله رب العالمين في إنجازات. أما بالنسبة لنا احنا والنسبة للعالم التاني اللي هم الدول الاخرى، ممكن ما يكونش عندها تابلت، احنا عندنا، يبقى اذا دي خطوه نحو التقدم، نحو التطوير، نحو التكنولوجيا، وده اللي المفروض ان العالم احنا خدنا من اخر ما وصل اليه العالم. ده كويس جدا، مش مثلا مش وحش، او مثلا يقول لك ده دوله فلانيه ما بتطبقش التابلت، لا بالعكس، ده معناه كويس جدا، واحنا بنسنده وبنطبق كل ما يجينا من استاذ محمد عطيه مدير مديريه التربيه والتعليم في القاهره، وبنشكره كمان على المستوى الراقي اللي بيتعامل بيه معانا. والقاهره واضح فيها جدا التقدم والارتقاء بمنظومه التعليم. انا شايفه ان العالم كله متجه بقوه نحو التكنولوجيا، واحنا كدوله ودوله قويه احنا كمان لازم نواكب العالم ده. ليه شايفه ان ناس كتير معترضه وبتقول لا ونظام التابلت نظام فاشل، رغم ان كل الولاد دلوقتي حاليا الالعاب وكل حاجه بالتكنولوجيا؟ ليه احنا شايفين ده؟ هل دي ثقافه شعب؟ لا، هي ثقافه انسان. من متابعتي في تاليف الكتب المدرسيه ومتابعتي مع زمايلي في مركز تطوير المناهج والمواد التعليميه، واللي كان بيباشر شغلنا استاذ الدكتور الجمل، وكان قبليه حسين كامل بهاء الدين، وكان بعديهم ابراهيم غنيم، وبعديهم احمد زكي بدر. كل ده لما جه شاف منظومه التطوير في مركز تطوير المناهج والمواد التعليميه، كانت كتب مبنيه على كتب ومبنيه على اولد فاشن، كان نظام خالي من التطوير التكنولوجي، ما فيش ابتكار، كان كل اللي حاصل اهداف الدرس، نقط محدده، وفي الاخر انشطه وتقويم الدرس، وكان شكرا على كده، والكشكول بتاع المدرس هو نفسه الكتاب، وفي الاخر ما فيش حاجه، صح كده؟ لا، ده في العصر اللي احنا فيه ده اتخذت بعض المواضيع او الموضوعات الهامه جدا زي الصحه، زي التربيه البيئيه والسكنيه والصحيه، واستطاعوا ان هم ينهضوا بيها نهضه جامده جدا في عز الدكتور برضو طارق شوقي، وكان ماسكها الاستاذ والدكتور اكرم حسن، كان ماسك رئيس الاداره المركزيه اخيرا للاداره الثانوي والتجريبيات والمدارس الخاصه، وهو دلوقتي مدير مديريه الفيوم. كان وهو بيعمل الكتاب بتاع التربيه البيئيه والسكنيه والصحيه، كان بياخد اجزاء
كاملة من كتب العلوم في المرحلة ابتدائي وإعدادي وياخدها يطوعها للتكنولوجيا. فده كان فكر كويس جدا. ده فكر مين ده؟ ده فكر الأستاذ الدكتور طارق شوقي. احنا كمديرين عموم قدرنا ننفذ هذا الفكر من خلال قائد عظيم زي الأستاذ محمد عطية، كان بيسر لنا ويسهل لنا كل الإمكانيات إن أنا أوصل بهذه المنظومة إلى ما هي عليه الآن، اللي هي عليه الإيه الآن، إيه؟ منظومة مطورة حديثة تواكب كل الدول التانية. وأنا واثق تماما إن مفيش دولة عربية تقدر توازي وتساوي شغلنا. أنا عامل المناهج بتاعت المملكة العربية السعودية، في سنة من السنين قعدت ما كانش فيها الفكر المتطور ده جدا، ولا كان فيها الأفكار المنفذة على أعلى مستوى زي مصر. فبنشكر الأستاذ محمد عطية ونشكر معالي الوزير على المستوى الراقي جدا اللي وصل بيه التعليم، وإحنا كقيادات القاهرة بنقول أمين لهذا النجاح الباهر اللي وصلته القاهرة وباقي المحافظات. واحنا من خلال برنامجنا بنقدم خالص الشكر، خالص الشكر لسيادة الوزير دكتور طارق، وطبعا بنبلغه تحياتنا وبنبلغه ان احنا طبعا كلنا لازم نوصل المعلومات دي، واهم حاجة لولي الامر عشان هو كمان يبقى مستوعب ايه وصلنا له وايه مدى التكنولوجيا واهميتها، علشان يبقى مطمن على ولاده انها في ايدينا، في ايد وزارة التربية والتعليم، في ايد امينة. بنشكر حضرتك. العفو يا فندم. شكرا للقناة بتاعتكم وعلى مسؤوليتي طبعا كل كلمة قلتها، وانا ببصم وبمضي. لا يا فندم، انا بقول الكلام، انا بقول الواقع الحقيقه، ما قلناش حاجه اكتر من الحقيقه. لو في حاجه غير الحقيقه مش هنقدر نطلع بها اي معلومه، لكن دي الحقيقه، ان احنا وصلنا لمرحله كويسه جدا ومرحله متميزه جدا بالنسبه لباقي الدول العالم. ومعانا استاذ وليد الكابلي مدير التعليم الخاص باداره المستقبل التعليميه. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم بيك. اهلا وسهلا يا فندم. وليد الكابلي مدير التعليم الخاص باداره المستقبل التعليميه، واهلا وسهلا بالقناه، وبنشرف في حفله رواد المستقبل، وكتر خير طول. طب حضرتك سمعت كلام دكتور انور، طبعا هو كلام جميل جدا واحنا حابين الناس تعرفه وتستوعبه، حضرتك عايزين تاكيد على الكلام ده عشان المعلومه توصل احسن اكتر للناس. طبعا دكتور انور افاض واتكلم في الموضوع باستفاضه وكلام جميل. احنا طبعا بنشكر القياده السياسيه، واللي كانت من اول ما جت هي بتدور على تطوير التعليم، لان احنا كان عندنا طول عمرنا مشكله في التعليم، فتطورت التعليم. وفكرة الدكتور طارق شوقي لما جه تغيير المنظومة على Education 2، فدوت عمل طفرة كبيرة قوي في منظومة التعليم، فرقت كتير جدا. احنا كان منظومة التعليم اللي قبل كده كانت معتمدة على الحفظ، النهاردة في المنظومة الجديدة معتمدة على الفهم وعلى الاستيعاب، ان احنا بنتعلم مش بنحفظ. يعني الولد عندنا بيخرج من المفروض ان هو هيخرج من المنظومة الجديدة بيتعلم، عارف التعليم بتاعنا ماشي ازاي. المنظومة جميلة جدا 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 ومردودها قوي، احنا بس نصبر عليها واولياء الامور تصبر على المنظومة وهتلاقي مردود بالنسبة لاولادها في غاية في الروعة. اكيد، لان كل حاجة في بدايتها بتبقى صعبة، فطبعا الناس لسه ما عندهاش ادراك للموضوع، فان شاء الله بعد كده الموضوع هيبقى اسهل بكتير. واحنا طبعا عندنا سياسة الجديد هو مرفوضه، يعني خايف منه، اللي بنجهله بنرفضه، فالناس خايفة لأنها متعودة على نظام تعليمي معتمد على الحفظ والتلقين. لما تغير النظام هي خايفة منه، فعلشان كده عندها قلق. لكن أنا بطمن الناس إن المنظومة الجديدة فعلا ممتازة، والناس هتتعلم منها وتستفيد منها جدا. دلوقتي عندي ترحيب مهم جدا جدا بأستاذة فاطمة اللي شفت النهاردة، هي عملت إبداع بجد، الحفلة كانت إبداع. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذه عزه، برحب بيكي وبرحب بالقناه، وتشرفت النهارده وحضرتكم حفلنا. الحمد لله رب العالمين اللي تم بتوفيق من ربنا عز وجل في ظل طبعا الظروف اللي احنا فيها من الكورونا، وفي ظل الاجراءات الاحترازيه اللي احنا رايناها النهارده بحذافيرها عشان نقدر نقوم بحفل زي ده. بس طبعا ما كناش نقدر كمدرسه رواد المستقبل للغات ان احنا نضيع تعب الولاد الفتره اللي فاتت دي كلها، مهما كانت سنه قاسيه، كانت سنه صعبه، كانت سنه شفنا فيها يعني ابتلاءات كتير، والحمد لله رب العالمين رغم كل هذه الصعاب احنا مرينا فيها باعلى نتيجه الحمد لله على مستوى الاداره التعليميه. والحمد لله رب العالمين برضو قدرنا ان احنا نفرح كل اولادنا بتعبهم خلال طول السنه الدراسيه. الحمد لله. الحمد لله. وانا شايفه غير الحفله كمان، شايفه اولا شايفه انطباع الناس حلو كويس جدا، شايفه ما شاء الله كميه كبيره كبيره ما شاء الله متكرمين وطالعين اوائل، ده بيثبت ان المدرسه بتهتم كويس جدا من الناحيه التعليميه.
احنا فعلا في مدرسه رواد المستقبل للغات اهم حاجه عندنا ان احنا نطبق سياستنا ورسالتنا العامه، وهي طبعا ان احنا نتفوق دايما ونتصعد لاعلى المراكز على مستوى الجمهوريه. فالحمد لله رب العالمين حققنا في نتيجه برب او نتيجه الشهاده الاعداديه مركز اول على الاداره التعليميه وعلى محافظه القاهره كمان من خلال الطالبه رضوى ايهاب الحمد لله رب العالمين. فكان لازم طبعا ان احنا نفرحها ونقدرها ونحسسها بالمستوى اللائق اللي وصلت بيه لمدرستنا على مستوى المدارس كلها في مايو في اداره المستقبل التعليميه. فالحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نسعدهم النهارده بالفعل وربنا يوفقهم، ودايما دايما نبقى صوره جميله للرواد، ودايما اسم رواد المستقبل في اعلى سما ان شاء الله باذن الله. الحمد لله. مس فاطمة احنا بنشكر حضرتك جدا على الحفلة الجميلة دي، الحفلة اللي انا شايفة فيها كمان تطبيق للاجراءات الاحترازية، يعني انا شايفة ان حفلة فيها عدد كبير ورغم كل ده لا في تطبيق كويس جدا للاجراءات الاحترازية. رغم طبعا ان الحمد لله كل الاجراءات الاحترازيه متطبقه وخايت منا صعوبه شديده جدا في تنفيذها مع اولياء الامور، لكن بالعكس كانوا سبورت لينا وساعدونا ان احنا نحتفظ بيها ونحافظ عليها كمان عشان بالفعل بالفعل نظهر بشكل لائق، وكمان في نفس الوقت الحمد لله رب العالمين نظهر بشكل امن وسليم. والحمد لله رب العالمين رغم كل الصعاب برضه بكررها تاني ان احنا وفينا بوعدنا مع اولادنا وفرحناهم وفرحنا البيرنتس بتوعهم اللي هم دايما شركاء النجاح بتاعنا، ان احنا طبعا من غير مجهودهم ومن غير جهد المعلمين في الكفاءة اللي في المدرسة ما كناش طبعا وصلنا للمستوى اللي الحمد لله رب العالمين ودايما في المراكز الأولى اللي احنا فيه الحمد لله. بنشكر حضرتك على الحفلة الرائعة دي وعلى دعوتنا للحفلة، أنا مبسوطة بيها جدا لأن شفت فيها حاجات عجبتني جدا، فرحة الولاد أهم حاجة، فرحة الولاد في عينيهم دي بصراحة كانت ممتعة جدا جدا جدا، وبشكر حضرتك وشرفتينا في برنامج على مسؤوليتهم، يعني البرنامج ده والكلام ده كله على مسؤوليتي. ومعانا دلوقتي منشد الحفلة، أنا بصراحة دي مش أول لقاء ليا معاه، أستاذ مصطفى الأزهري، بصراحة منشد أكثر من رائع، أنا قدمته في حلقتين قبل كده وأنا نفسي يعني كنت مستمتعة جدا بالإنشاد بتاعه. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب العالمين، وأنا مبسوط جدا 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 باللقاء الجميل ده الممتع، وفخور جدا جدا ان الشباب دلوقتي بسم الله ما شاء الله وحفلات التخرج بيكون مشاركها محبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان الكل يعرف ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا قبل عقولنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. فبنشارك بالحفلات وبنشارك في الافتتاحيات وبنشارك في الافراح وفي كل المناسبات بمديح سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم زي ده كان معنا التخرج في مدرسه رواد المستقبل للغات، وانا فخور جدا 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 ان انا احد اعضائها بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله في قسم التربيه الاسلاميه، مبسوط جدا بوجودي معاهم ومشاركتي دائما معاهم الحمد لله رب العالمين، ودايما كده للاحسن والافضل باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله. دايما يا رب دايما. وبصراحه الانشاد بتاعك اكثر من رائع، انا نفسي كنت بعمل لايف وانت شغال، كنت بعمل لايف من كتر ما انا مبسوطه ومبهوره بمدى روعه الانشاد عامه وصوتك دي تاني حاجه يعني. الحمد لله رب العالمين، ودي لسه مسجلها يعتبر يوم الخميس اللي قبل اللي فات، وقلتها النهارده الحمد لله رب العالمين ايه العمل يحمل، وبتمنى ان شاء الله باذن الله كده من كل المتابعين ان شاء الله باذن الله يتابعوها ويسمعوها على اليوتيوب. ده شرف وفخر ليا ان شاء الله باذن الله ان انا قابلت حضرتك وتعاملت معاك، ربنا يكرمك يا رب. الله ربنا يخليك، ده شرف لينا اكتر والله، لان حضرتك من النماذج بجد اللي الناس تحب تتكلم عنها. اللهم امين. فعندنا كمان يعني الشباب في تفاعلهم في الانشاد الديني والمحبتهم يعني زي ما احنا شايفين الاغاني والحاجات المنتشره، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا ناخدهم باللون الجميل البسيط المبسط اللي هو بالايقاع الخفيف مع الموسيقى البسيطه اللي احنا بنعملها، بتقربنا اكتر لحب سيدنا رسول الله بالحاجات اللي هم بيحبوها. المضمون اللي احنا بنوصله والحاجه اللي احنا عايزين نوصلها بتوصله بشكل مبسط وجميل جدا جدا جدا. فكرهم وطريقتهم اكيد طبعا، يعني مثلا عندنا تواشيح وعندنا الانشاد اللي هو الثقيل للمستمعين، ولكن عندنا برضو الطقطوقه البسيطه اللي زي ما احنا قلناها كده جوه دي كانت جميله جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، دي بتقرب اكتر واكتر للشباب وللمستمعين بالايقاع المختلف اللي يكون فيها الحمد لله. نورت حضرتك، انا بصراحه مبسوطه بحضرتك جدا النهارده ونورت البرنامج بتاعي على مسؤوليتهم باذن الله تعالى، ده شرف ليا ان شاء الله باذن الله، ودايما كده متجمعين بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.